السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت شغال على ريفيت وتدوس على قائمة فايل اساس تدخل على اكسبورت اوتوكاد، او عايز تعمل تغير في الاوبشن بيهنج بقى. هنا بيقول لك 20 40 ثانية، بس احنا بيقعد معانا 3 ساعة، ممكن سرعة اجهزة. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت تعمل ابديتد للنسخة بتاعتك. مش بقول لك من 19 ل 20 او من 20 ل 20، لا، بس انت 19.2. ازاي؟ بتدخل على اوتوديسك ديسكتوب اب ابلكيشن، وبعد كده بتسطب التحديث، يعني بتقول له سطب لي سيرفيس باكج 1 او سيرفيس باكج 2. طيب ده حل هيحل لك المشاكل. لو ما حلش المشاكل بتدخل على سي يوزر، وبعد كده اسم اليوزر بتاعك، وبعد كده اب داتا، وبعد كده رومنج تو ديسك ريفيت، وبعد كده الاصدار بتاعك 10 20 30 زي ما عندك. هتلاقي ملف اسمه ريفيت دوت اي ان اي، لا تلغيه، هو اوتوماتيك. اول ما تفتح ريفت تاني هيعمل واحد جديد فاضي خالص، او تفتحه وتعمل سيرش على ريسنت فايل ليست، هيجيب لك الملف دوت. هتلاقي تحتيه كذا سطر تمسح الاسطر دي كلها، يعني لو كان في كلام كتير مكتوب لحد ريسنت ورك سيت ليست، انا لغيت الاسطر في النص وسبت الورك سيت. بالطريقه ديت المفروض ان انت لما تيجي تفتح ريفت تدوس على قائمه فايل او تشوف اوبشن ديالوج، بتلاقي الموضوع اسرع.